وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة مريم الهاجري، الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة. مساء الخير دكتورة. بداية نشكر لكم جهودكم الواضحة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم من مرض فيروس كورونا. لو نتحدث عن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة مع الذين تواجدوا في إيران في شهر فبراير الجاري. مساء الخير، وهذه واجبنا وهذه أمن صحي وطني. أختي الفاضلة، وزارة الصحة مع كافة الجهات المعنية اتخذت الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا كوفيد-19 ومكافحة والتصدي له، من خلال التنسيق المشترك مع جميع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وطبعا اتخاذ كافة التدابير الوقائية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي. تفضلت بأن يجب أن يكون هناك تعاون بين من قبل جميع فئات المجتمع للتصدي والحد من انتشار الفيروس. هذا طبعا من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة. نحن نتكلم الآن عن أمن صحي وطني، فالجميع يجب أن يتكاتف وتتضافر كل الجهود. وزارة الصحة الآن تقوم بإجراء الفحص والتحليل المخبري في المطار في أماكن مخصصة لكل القادمين عبر الرحلات الجوية الغير مباشرة من إيران، وفور وصول نتائج الفحص يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. فالفحص اللي يعني يكون موجب يحول رأسا الحالات إلى المراكز بمجمع السلمانية الطبي المخصصة للعزل، أما الحالات التي تظهر نتيجتها سالبة فتكون وهي مخالطة لهذه الفئات يكون هناك مكان لحجرها، وهذا يعني من مبدأ أن احنا منعاً لانتشار هذا المرض. ويكون هناك طاقم صحي يتابع لعلاج ومتابعة هذا الأفراد سواء في العزل أو في الحجر. المهم في الوقت الحالي مثل ما تفضلتي، نحن نؤكد على جميع من دخل البحرين من إيران في هذه الفترة من بداية هذا الشهر أن يتوجه لأقرب مركز صحي من خلال الاتصال ب444، وهم سيوجهونه للجهة ويعطى جدول عشان يحضر للعمل الفحص. دكتورة، فقط للتوضيح، الآن ماذا يتعين على المواطنين والمقيمين خاصة القادمين من إيران أن يقوموا به؟ هل الاتصال ب444 أو التوجه إلى المركز الصحي؟ نعم، الاتصال ب444. يتصل ب444 على طول إذا كان هناك أعراض أو غير أعراض. أي شخص دخل البحرين يتصل على رقم 44، ومن خلاله احنا يتم التنسيق لنقله الى يعني اي لتلقي اللي هو الفحص. فنحن نهيب بجميع من دخل البحرين من ايران في هذه الفتره من بدايه الشهر ان يتصل على 44. وهذه يمكن رساله ليس للقادمين فقط، لكل الاهل، لكل فرد. اليوم نتكلم نقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه الرسالة موجهة لأبناء مملكة البحرين، لمحبي البحرين، للمخلصين، الذين يحافظون على أمن وصحة البلد. نحن نهيب بهم جميعا. أي شخص دخل البحرين في خلال من بداية الشهر أن يتصل على هاتف 444 وسيعطى موعدا لعمل الفحص. وانا اركز اذا كان هناك في المساجد، في المآتم، كل واحد ممكن يخبر يسأل اذا احد وصل البحرين، قادم من البحرين ولم يتم له اجراء الفحص، الرجاء الاتصال على 44. لان اذا كان في هناك حاله ممكن انه هو ينتشر بين اهله ومخالطيه. بالتاكيد كما تفضلتي دكتوره، هي في البحرين شعب واعي. بالتاكيد، واحنا نثق في انهم
الكل إذا كان هناك أي أحد قادم أن يتصل على هذا الرقم. نعم، هي بالتأكيد مسؤولية مشتركة. الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.